بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام. كما شفتوا مرياح بدل اللوجو نتاعو دونك كي تلقاو في لي غران سيرفاس راهو هو بدو مرياح ما عادش بالجون ولا هكايا اوتر ديزاين يعطيهم الصحه راهو الديزاين تبدل والكاليتي تحسنت اما البنه هي هكا ولا راسي وي فاطمه مريح بالحق ما عندك ما تقول سي فري كيما قلنا الباكاجين تبدل اللوجو ولا ابيض واكحل اما البنه هي مريح دونك جبن 100% احليب مش بريباراسيون وكل الحكايات اللي نعرفهم عجبوني ساعات في الكوميرس دونك حاجه ياسر بنينه اون بليس عندهم فاريتي كبيره عندهم الموتزاريلا فومي انا هذيك اكثر حاجه نحبها عشقي سورتو كي تعملهم في لي سالاد ياسر بنينه سينو سينو فما لافوميكاتو سينو فما الجوتا الزيدا ولا البزاريلا تراديسيونيل والجودا والليدام وتبارك الله فما البلاتو اللي تحبوا فاطمه اللي مشخشخ هذاك قدام الدار سيد فاريتي انا راني حافظه تبريد انواع جبنات مريح الكل راني ذقتهم راني مخزنه ديجا عندي في بطني انا جبن مريح بالحق انا ما نجمش نحكي اكثر عليه خاطر الناس الكل تعرفني نحب الجبن مريح ومن فريجيديري ما يتقطعش بالحق وتلقاه في لي غراند سيرفاس يا فاطمه بالحق ان برودوي دو لوكس طياره رابور كاليتي بري زيد حاجه هايله على الاخر بنه على بنه وكما قالوا البنات اللوجو تبدل اما البنه هي بيدها والكاليتي تتحسن اكثر عن فاكثر يعني كل مره ان شاء الله جبن مريح يطور من روحه وزاد يزيد يخرج لنا انواع جديده نتاع جبنات خاطر بالحق كل مره يتحفنا بحكايه ما ترهوجنا واحنا عندنا عامل لوج الفريجدير نتاع الماكينه ما فيهاش برشا جبن وطلعت صافي مليانه فريجيديرها بالجبن اسمع قريت بروحي طيحنيك حسين فار الماتينال قريت بروحي ما عادش لوج نجيو لفقره غوسي ستايل غوسي ستايل في اول حلقه قلت باش نحكي لكم على لي سانتور مي مش اي سانتور باش نحكي عليهم باش نحكي على لي سانتور اللي هما تري توندونس في السيزون هذوما اللي هما لي سانتور اون رافيا ولا الحلفه دونك لي سانتور هذوما شفناهم برشا في لي كوليكسيون في لي على لي بوديوم دونك في لي ديفيلي محليهم ديما نقول احنا سنين رجعنا للي زكسسوار اللي هما هكا اكثر ناتوريل معناتها كيما شفنا الساك اونوزي بالصعف دونك وني لاكسسوار الثاني اللي هو توندونس اللي هي لا سانتور اللي هي بالحلفه نشوفوا محليهم لي بوكليي نلقاو اللي يبداو اون ايكاي ولا اون بلاستيك فيهم بوكو دو ديزاين تلقى مثلا تريسي زيده فما الاعراض فما جويد فما اللي يبداو معناتها البوكليي كبير ولا لا سانتور تبدا اجود شويه دونك كيما هوني نشوفوا البوكليي كاري ياسر مزيان هوني نشوفوا الميلونج نتاع الصعف والحلفه هوني عندنا البوكليي اونوزي الصعف ولا لا سانتور اللي هي بالحلفه محلي سورتو مع الالوان الترابيه قلنا سنه الالوان الترابيه من احلى الالوان اللي نلقاوها معناتها تري توندونس هكا مع شورت اون لان زيد يتماشى برشا مع لي ماتيغ هذوما مع تو سكي لان توال دو لان الحاجات الناتوريل هكا نحسوهم ياسر مزيانين معناتها لا كومبينيزون تجي مزيانه برشا عندنا زيد اون نوار نشوفوا فما زيد اللي تبدا بالحلفه او سيبرينهم فما نوار فما روج فما بوكو دو كولور اما اكثر اللون اللي هو نشوفوه متواجد اللي هو البيج معناتها التدرجات نتاع الالوان الترابيه بيج مارون مارون غلاسي الالوان هذيا والبوكليي الفاتح حلو تنجم تحطو افيك اون غاب افيك اون جوب كيما هوني نشوفوا زاد افيك لا جوب كولوت ياسر محلي افيك اون كومبينيزون مع معناتها كيما شفنا مع البرمودا حتى افيك ان جين زاد يعطينا هكا ان كوتي نتاع ناتوريل هكا حاجه مزيانه صابغ وحلوه برشا وتخي كلاس دونك هوني نشوفوا البوكليي زاد المدوره مزيانه نلقاو اون بوا شفنا اوزي هوني البوكليي اللي هي باللوح مزيان برشا زاد البوكليي هذاك محلي افيك هكا اون روب اون لان باللي بوتون ولا الروب سايريان لو ستيل سايريان زاد محليها تجي مزيانه لا فيس سايريان زاد مع سو جونغ دو سانتور تعطينا ان ستيل ياسر شيك وياسر كلاس بالحق من احلى لي زكسسوار اللي شفناه وتنجم انت في اللوك نتاعك تحط لا سانتور معاه الساك اللي هو كما قلت اونوزي حكيت عليه الساك
هكا الصعف هذاك ويعطي اي ولا الحلفه يعطي ستيل حلو ويعطيك معناتها اطليله ياسر مزيانه وصيفيه بنتي زيدا اون توش دو ناتور اي فوالا هو سني كيما قلت هي لا مود توا علاش بدينا ياسر نستعملوا في الحاجات الناتوريل على خاطر وليت معناتها ما يسمى باللا مود ايكو ريسبونسابل اللي هي بداو لي كرياتور ولي مارك الكل يمشيوا الحاجات صديقه للطبيعه ويستعملوا في دي ماتير اللي هما بيو ديغرادابل ايكولوجي فوالا باش نخفوا شويه لا بوليسيون خاطر ديما نقول انا لا مود اللي هي ثاني صناعه ملوثه للارض مع البترول تجي التكستيل دونك هذاك علاش نحاولوا باش نمشيو اكثر للحاجات الناتوريل وسانتور كيما هذه تبقى معناتها تداوم معاك سنين. فهمت تنجم تلبسها وتنجم تقعد ان كلاسيك زاد نوليو ديما نلبسوها ما عادش جوست اون مود وتتنحى وهكيكا نخليو الحاجات وما عادش نوليو نشريو برشا وما نمشيوش لليزاشا هذوكم اللي هكيكا سوغ ان كوتيت ولا خاطر سي توندونس دونك هذوما هما لي سانتور اللي حبيت نوريهولكم اللي هما تخي توندونس السنه واللي تنجموا تلبسوهم على برشا حاجات دونك كانت هذايا غوسي ستايل لليوم ان شاء الله كنت فتكم بالمعلومات هذايا الكل غدوه بيان سور معلومات جديده اي دي زاستيوس مود جدد اي وي ميرسي غوسي ستايل حتى على ليزانفورماسيون هذوما ياسر محلاهم لا لا انتم اذا كنتوا في روسي كي تقلنا في الاوف معناها ياسر تعطينا معلومات باهين بالحق والله فاشينيستا تحكينا حتى على حاجات يصيروا في المود كنت علاش هذه ما تجيش قبل هذه وعلاش احنا بالنسبه لتونس نوفيل كوليكسيون بالنسبه للاخرين صاي وفات الكوليكسيون حاصلوا برشا حكايات نمشيو تويكا دقيقه الاكاديميه دي شيف نعاود التليفونات هو 23 06 14 14 للي يحب يتعلم صنعه للي يحب يربح وقت ويتعلم حاجه سواء نساء ولا رجال والا حتى صغيرات مع الاكاديمي دي شيف تلقاو كان فريمون المعلومه الباهيه والصنعه اللي تعيشكم تعرفوا انتم الشافره وحاجه مهمه جدا نشوفوا دقيقه الاكاديمي دي شيف ونرجع نختموا مع لي شيف الاكاديمي دي شيف مؤسسه خاصه للتكوين المهني في قطاعي الطبخ والحلويات تم تأسيسها وفقاً لمعايير ومواصفات دولية حديثة تتميز ببنية تحتية متطورة ما يجعلها مواكبة للمتغيرات المهنية ومتطلبات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي فيها مجموعة من خيرة المكونين في المطبخ والحلويات بجميع اختصاصاتها المختلفة تقدم شهادات منظرة ومعترف بها من قبل مؤسسات الدولة والشهائد المسندة هي مؤهل تقني مهني في الطبخ مؤهل تقني سامي في الطبخ ومؤهل تقني مهني في المرطبات ومؤهل تقني سامي في المرطبات هذه كانت دقيقة الأكاديمية دي شيف اللي تلقاوها في مون بليزير تليفوناتهم 23 06 14 14 إذا تحب تكون عندك صنعة بين يديك نمشيو نختموا مع لي شيف يعطيك صحة فاطمة مشكورين السادة المشاهدين الكل تبعتونا اليوم كالعادة في كوجينة الماتينال أنا ما حبيتش نطول عليكم الهدرة ياسر حضرت لكم طبق بنين ياسر ممتاز باش نحكي لكم على تفاصيله أكثر لكن بعد ما نشوفوا اختنا اسماء وهالبسكوي شنو قلت لك خاكلي اللي هو المشقق هذايا بالشوكولاته الوغ محليه منظر باهي نذكر بالمقادير العبيد اللي خلطت علينا توا كابشين عظم 70 غرام سكر اسمر 200 غرام شوكولاته ذوبته مع 50 غرام زبده وزدتهم 190 غرام فرين ورده باكو خميره جاتو وباكو سكر فاني وقرصه ملح خلطناهم خليناهم يرتاحوا شويه بعد خرجنا كعبرناهم انا كعبرتهم 16 غرام خليتهم يزيدوا يبردوا شويه بعد غطستهم في السكر في سكر غلاس باش يعطينا التشقيقه هذايا كاهو ان شاء الله الغوسيت تاع اليوم عجبتكم ان شاء الله تجربوها نقول لكم شهية طيبه وخلي الكلمه للشيف ايوب يعطيك الصحه اختنا اسماء النجار على هال الديسير الحلو اكيد مع خيوه عربي هذيا ولا في عشويه توا مع كويس سيترونادا مع السخانه هذيا اكيد يجي حاجه ممتازه جربوه ما فيش برشا مقادير غاليه حاجات بسيطه وتنجموا تلقاوها في دار كل تونسي وتونسيه اليوم انا حبيت نعمل حاجه مميزه شويه السمان نعرف اللي برشا يشوفوه في المارشي وما يعرفوش كيفاش يطيبوه بخلاف انهم يعرفوا انه يجي مشوي السمان ينجم يجي في المرق
انا اليوم استعملته في مرقه زعره حلوه كعملتها بالعوينه والمشمش الشايح، وحطيت فيها الزبيب وحطيت فيها اللوز شويه بصل كيف ما شفتوا في الاول، فوحتها شويه التابل معناها مفوح، احنا نقولوا التابل بتاعنا التونسي، معها شويه فلفل اكحل، شويه زعفران كان تحبوا، اللي ما عنده زعفران يحط كركم مع هذايا، ما تنسوش مغرفتين عسل، ما عندكش عسل تنجم تحط مغرفتين سكر صغار، يعطيه نكهه بنينه برشا مع تشيشه ملح ما تكثروش، وتخليه المرقه بتاعكم الطيب في الاخر تحمروا لها اللوز وتزينوها به. ان شاء الله الوصفه هذه كيف ما قلت تكون عجبتكم، اللي يحب ينجم يعمل معها سليطه، وكنا نشوفوا في الحله جديده نتاع فروماج مرياح، فروماج مرياح اللي هو بالحق من اللي فروماج لبنان، اللي تنجموا تستعملوهم في السلايط والا حتى بلانش في العشويه نتاعكم، تحطوا شويه فروماج مع دي فرويساك تمشي بالقدا بالقدا. ما ننسوش تن البدر اللي زاده ينجم يزين طاولتنا مع دي ساليزون يجي بنين برشا. احنا كوجينتنا ديما زاخره بالخيرات الكل، كيف ما تشوفوا زيت نجمه ومنتوجات ورده لبنينه، ما ننسوش طماطم سيكام اللي مفوحت لنا ماكلتنا مع اللون المزيان والنكهه اللي ما فيهاش حموضه خلاص. دونك هذيا اكيد المنتوجات الممتازه اللي حبينا نجربوها في كوجينتنا ونودوكم بها الساده المشاهدين. عندي حاجه نحب نختم بها اللي هي بريكا دور وتقرمشتها لبنينه، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفات اللي قدمناها لنهار اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدوة في نفس الموعد على قناة التاسعة، انتظرونا، إلى اللقاء. ميرسي بوكو للشيف لغوسيت الكل، تقام على باج الماتينال للختام مع غوسي. كالعادة نشكر متابعي الماتينال على قناة التاسعة، نقول لكم ابعثوا لنا مساجاتكم واقتراحاتكم على الباج اوفيسيال للماتينال. جو ميرسي جويس اللي تلقاوها في سكر نبل وياسمين حامد، باج انستغرام وفيسبوك جويس، عندهم ديما لا نوفيل كوليكسيون والحاجات نتاع البحر، دونك ام انفون اي فام، وعندهم لانج دو ميزون. اي جو ميرسي بور لي شوسور اي تشوز اللي تلقاوها في تونيزيا سيتي وفي تونيزيا مول، باج انستغرام اي تشوز. اي جو ميرسي يمن لارتيست كوافور اللي تلقاوها في حي الواحات، باج انستغرام وفيسبوك يمن لارتيست كوافور. نشوفكم انا غدوه ان شاء الله. فاطمة انا نشكر يامن لارتيست كوافور سينو نشكر يامن لارتيست كوافور بيان سور على الميزون بوتي، على القهوة المزيانة، على لاكوي شالوغو، على الخدمة الهيلة، على الأخلاق الطيبة، البيرسونيل نتاعو الكل، ولا راسهم هو وزوجته دور يعطيهم الصحة. تلقاوهم في العوينة حي الواحات، باج فيسبوك وانستغرام يامن لارتيست كوافور. نحب نشكركم انتم البنات، ونشكر بيان سور شيف أيوب وأسمة على الماكلة البنينة، وكالريجيم مشي على روح الدقدق مشي هو مشي حتى من الرجيم. دونك ميرسي لكم انتم او في برنامج الماتينال وين ما كنتوا تتفرجوا فينا على قناه التاسعه كل اليوم في الصباح. خلينا نطولوا شويه فاطمه، مش خاطر نحشوهم رانا في السيف مازال بكري، خليني نحكي بجاهل ظاهرة من تقديمة صافي باش تلقاها تخدم عندي من في الصيف تفيد غادي جو الصيف. انت في الاكاديمي دي شير خليني راني في الحومه. هذاك هو حال اليوم جوست بيريود هاو. دونك انا بدي نشكر يامن لارتيست كوافور، تلقاها في حال واحد باش فيسبوك وانستغرام يامن لارتيست كوافور. يا يامن كان تحب شكون يعاونك راني موجوده ما تخافش. نشكر انزو شوز، تلقاها في المنزه الثامن باش فيسبوك وانستغرام انزو شوز، كل جماعتين عندهم كوليكسيون جديده للناس الكل. نشكر سي ان ديم البوتيك اللي تلبس فيها، تلقاها في طريق سكره باش فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكره. نشكر ليكيب تكنيك ليكيب الاعداد، نشكر جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها، أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي عزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا، على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبة كي
يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لي كل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها، بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها، سيكام محبة وغرام. نجمة راك حرة. بريكادو جادور. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما، وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان.